ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض عليه أمر وهو يخطب قطع الخطبة. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أبو رفاعة كما عند مسلم أتاه وهو يخطب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله، رجل غريب لا يدري ما دينه. فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وأتي بكرسي قال: أحسب قوائمه من حديد، فجلس فعلمني مما علمه الله، ثم قام إلى خطبته فأتمها.